أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، مرحبا بكم في قناة مستر تشاد ألبرت. النهاردة بإذن الله هنحط مع بعضينا أسئلة على يونتس 4 و5 و6 هنحلهم، بس طبعا قبل ما تحلهم لو سمحت ذاكر كويس وحل الأسئلة دي. خد معايا أسئلة مهمة على يونت 4 ويونت 5، خد معايا الأسئلة سكرين شوت، معاك وقتك عشان تصورها. خد معايا يونت 6 وتست على يونت 4 و5 و6، يبقى خدنا اسئله على يونت 4 و5 وبناخد دلوقتي اسئله على يونت 6 وايه، وبناخد امتحان شامل على يونت 4 و5 وايه و6. خد معايا بقيت تست السكرين شوت، خد معايا اخر صفحه في التست. بإذن الله المرة الجاية هنتكلم مع بعضينا على القصة بتاعتنا كلها مرة واحدة، وبعد كده هنبتدي نحل الأسئلة اللي هي بتاعت تيست 1 و 2 و 3 والأسئلة بتاعت النهاردة الفيديو اللي بعديهم. باي باي، نشوفك المرة الجاية، ما تنساش لايك وشير وتشترك في القناة. باي باي. يابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت.